طبعا كانت هذه اخر ردود معانا اليوم، واغلبها يعني كثير منها صراحه نتفق عليها كلنا وكثير تستفزنا، ولكن راح اعلق على شيء جدا بسيط انا من عندي، يعني انا من ناحيتي جدا يستفزني، وهي الكتابات على الجدران، جدران البيوت، جدران المدارس، جدران الشوارع. يعني يا جماعه الخير الناس صارفين فلوس ومبالغ جدا طائله عشان يدهنوا ويكون المنظر جدا جميل في الشوارع، يجي والله المجروح ولا اللي خانته زوجته العبرة ولا اللي ما اعرف ايش 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 اقول وايش اخلي، يجي بكل بساطه يكتب على الجدران هذه بالبويه، وكمان يعني البويه ما تروح يعني. شوفي كل هذا يهون بالنسبه لي، لانه في الاخير قد تصنف تحت الفنون المخربطه، ولكن الشيء اللي يزعجني الزي دائما او مظهر الشخص، هذا دائما الامور اللي تستفز النظر وتستفز الشخص، لانه لازم الواحد يقابل الناس بشكل مرتب. فاعتقد انه الناس لما تخرج عن الاطار، يعني مثلا يخرجك بملابس بيت او ملابس ما هي نظيفه، او اوقات تكون مقطعه، هذا الشيء فيها جزء كبير من عدم الاحترام للشخص الاخر. على فكره تزامن هذا الموضوع كمان كويس على موضوعنا، هيئه الرياضه ورئيسها الاستاذ تركي آل الشيخ صدر قرار انه يمنع اي شخص يدخل الملعب بزي ثوب النوم تحديدا، ومكتوب في الانفوجرافيك، محطوط الانفوجرافيك طبعا في السوشيال ميديا لو شافوه. اكيد كلنا شافوه وتصدر العناوين والاخبار في السوشيال ميديا، واتوقع انه هذا واعطاك خيارات، يعني ست خيارات غير ثوب النوم اللي حبيت تلبسه. حبيت الصوره ترى، يعني عندكم خيارات كثيره، تجون الملاعب بثوب النوم ليش؟ مع انه السالفه ما يبغى الانفوجرافيك، بس تعرفي اللي ما يفهم لازم يفهم، تعرفي ترى هذا خطا. صدق هذا يدل على اشياء كثير في نفس الشخص، في تربيه الشخص، كيف اذا هو من الاشخاص اللي يهتم بمظهره او لا، فاتوقع انه هذا يرجع لنفس الشخص بالنهايه، اذا هو يتقبل انه يطلع في الاماكن العامه بشكل غير لائق، هذا راح يعكس على شخص وعلى تربيته ايضا. طبعا، وهذا من الامور اللي تزعج كثير من الناس، ولما كان صدر هذا القرار، وعشان كذا ما نحتاج احنا قرارات في حياتنا عشان نغير من الامور اللي تستفزنا، في حاجات خلاص لازم نفهمها، ويعني اللبيب بالاشاره يفهمه. اكيد طبعا، ودائما يعني شبابنا وبناتنا فيهم الخير ويفهموا الكثير، يعني اتوقع بعد هذه الاشياء اللي ممكن انها تستفزنا كثير في حياتنا نحاول نغير منها، وما شاء الله المبادرات جدا كثيره، مو مخليين ولا مبقيين شيء على قلبنا من نظافه شوارع الى مبادرات جدا جميله عشان ما نشوف اشياء تستفزنا كثير في الشارع، صح تراد؟ اتفق معك.